احلى راديو. وكمل الفريق سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي في انتظار انه يلتحق بنا نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري اللي قال انه لن ندفع حركة النهضة طبعا لن تدفع البلاد الى مربع العنف. هذه اهم تصريحاته بالنسبة للمدة الفايته. خلينا نقول زاد اللي فما انقسام داخل حركه النهضه ممكن باش ياكلوا ولا باش يفندوا السيد نور الدين البحيري تو نتاكدوا منه، لكن في جوله سريعه هوني في الاستوديو الانقسام داخل الحركه فما الشقين ونزلنا نحكيوا عليهم، والا نحكيوا حقيقه اليوم على وحده الصف، وحده داخليه والبيت الداخلي للحركه. والله انا شفت تصريح مش تصريح تدوينه عبد اللطيف المكي اليوم معناها ما توريش في الحقيقة أنه فما اختلاف كبير بين شقوق النهضة، وهي رأي طبيعي جدا أنه الأزمات داخل التنظيمات الأزمات الخارجية تدعم ديما تدعم الصف الداخلي وتخلي الفوارق والاختلافات داخلها تهفت أمام الخطر الداهم. هو الخطر الداهم، واليوم فما خطر داهم، هي حرب وجود بالنسبة للنهضة، حرب وجود هو وجودها في الساحة السياسية. ويلتحق بنا وأخيرا ضيفنا الأول اليوم السيد نور الدين البحيري وزير العدل السابق القيادي بحركة النهضة. مرحبا، أهلا وسهلا بك سي نور الدين. مرحبا، شكرا على الحضور. شكرا على الدعوة كذلك وتونس بجماعة. شكرا لك. مرحبا سي نور الدين البحيري. سيدات وسادة المستمعين، مباشرة في صلب الموضوع، ماذا بوسعكم أن تفعلون في المرحلة القادمة؟ اليوم فما دعوة واضحة من قبل النهضة للحوار مع رئيس الجمهورية واللي رافض في الوقت الحالي الحوار معكم وباقي الأحزاب من زل ما دعا حد. شنو باش تعملوا؟ قلت لنا ندفع البلاد إلى مربع العنف، ما الخيار؟ تم دعوة واضحة من طرف النهضة إلى جبهة وطنية واسعة ضد الانقلاب اللي حصل في تونس وضد عملية الرد على النظام الجمهوري من خلال ضرب أحد أهم قيم النظام الجمهوري، الفصل بين السلطات، ضد تعطيل عمل المجلس النيابي المنتخب من خلال وضعه تحت سيطرة قوة عسكرية، ضد وضع اليد على القضاء ومحاولة سحب الاستقلالية والمس منها، ومن أجل عودة الحياة الدستورية الشرعية العادية مثل ما طالب بذلك الكثير من الأحزاب وأغلب المنظمات الوطنية النقابية وغيرها. الخارج لا يرى فيما يحصل في تونس انقلاب. شكون الخارج؟ البلدان الأجنبية. نحكي على الخارج ولا على الداخل؟ نحكي على عزوز، لكن نمشيو من الداخل للخارج. فما مراوحة اليوم الخارج يرى، الخارج على كل حال يرى اللي يراه، وأهم ما راه الخارج هو تأكيد على ضرورة التسريع بالعودة إلى الوضع الشرعي الدستوري. وكي يقول واحد يلزم التسريع بالعودة إلى الشرعية الدستورية يعني أنه ما عادش ثم شرعية دستورية، وهو حديث على انقلاب حتى ولم يصرح بذلك. واللي أهم هذا هو نحن موقفنا كتوانسة، لأن الموضوع يهم التوانسة قبل كل شيء. نحن نعيش في بلاد مبنية على دستور تم صياغته، لكن توانسة مرتاحين جدا لما حصل. خلنا نكمل. نحن في بلاد تعيش بموجب دستور اللي هو عقد مشترك بين توانسة السيدة الجمهورية وكل مؤسسات المنتخبة تم انتخابها على أساس ذلك الدستور، والناس كلها ادات القسم واليمين على ضرورة احترام الدستور والحفاظ عليه. ما حصل من خلال معناها اتخاذ إجراءات ما نص عليها حتى نص في الدستور ما في الفصل 80، ما حصل من خلال محاولة وضع اليد على السلطة القضائية والقضاة معناها عبروا بشكل صريح على رفضهم لذلك الخيار وتمسكهم باستقلاليتهم، ما حصل من خلال الجمع بين السلطات بين أيدي شخص واحد بما يفيد العودة للحكم معنا الفردي، واللي عبرت عليه الأستاذة سنة بن عاشور رئيس الجمعية جمعية نساء الديمقراطيات سابقا، والأستاذة الجمعية في القانون الدستوري قالت يعني اليوم تونس للأسف الشديد بعد سنوات من الديمقراطية عادت
لنادي الدكتاتوريات ما حصل لا يمكن وصفه إلا بانقلاب. نور الدين البحيري، تدعون إلى تشكيل جبهة ضد ما تسميه أنت ولا الحركة النهضة بصفة خاصة الانقلاب، شكون فيها الجبهة هذه؟ لأنه بعد الصدمة يقولوا أن النهضة اليوم في عزلة، شكون معاكم؟ شوف، راجع بيانات الأحزاب وراجع بيانات المنظمات الجمهوري، راجع بيانات قلب تونس، ائتلاف الكرامة، تونس، حركة النهضة، أكاو التكتل، زيد شوي قدم. شكون؟ تفضل زيد تفضل. على كل حال، راجع بيانات الأحزاب، راجع بيانات المنظمات الوطنية، وفي مقدمة الاتحاد عامة الشغل اللي دعاوا للتسريع بالعودة للشرعية الدستورية، بمعنى أنه ما ثماش شرعية. شكون معاكم في الجبهة سي نور الدين؟ ما زلنا نحكي، نحن عندنا موقف نعبر عليه، وموقفنا موقف مبدئي. هل أنتم في موقف ضعف اليوم؟ لا، ماناش في موقف ضعف، لأننا مع الدستور ومع القانون ومع الحق. معناها واللي يكون مع الدستور والقانون والحق وما الشرعية الانتخابية عمره ما ينجم يكون موقف ضعف. شوف يا أخي، اليوم سؤال بسيط، هل حركة النهضة ما زالت قادرة على القيام بدور محوري لتكوين جبهة وكذا؟ احنا ننطلق انا من معطى بسيط جدا وعملي وميداني. نهار 25 في الليل جاء رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة امام البرلمان ووجده مغلقا، ومن امام البرلمان عمل اعطى تصريح وعمل دعوة للناس للتوانسة واللي أنصار الحركة ولبقية التوانسة للالتحاق به للاعتصام أمام البرلمان، وهذه الدعوة لم يستجب لها وفشل هذا الاعتصام. هذا هو المعطى الميداني اللي خليني نشك اليوم في قدرة حركة النهضة. طيب سفيان، أنت تخلط بين حاجتين، تخلط بين الموقف المبدئي اولا، وانا ماذا بيه نسمعك، هل تعتبر انه الاجراءات التي اتخذت بما في ذلك الاجراء اللي من خلاله تم التراجع على اهم قيمه من قيم الجمهوريه اللي بناها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه الله يرحمه، اللي هي الفصل بين السلطات، واللي ما عملها حتى حد في تاريخ تونس، الوضع اليد على القضاء ما عملها حتى رئيس دوله، لا عملها لا برقيبة ولا يعني بشكل واضح، ولا شكون يعني بشكل واضح لا عملها لا برقيبة ولا غيره، ما عملها حتى حد. شكون غيره؟ بن علي. ما دام حد قال ان كونه بن علي ما وضعش يده على القضاء، بن علي حتى ان وضع يده على القضاء ما وضعوش بطريقة معنى وقانونية، ما قالش حركة النهضة لم تضع يدها على القضاء ابدا، ما قال حد كونه انا رئيس نائب العمومية. مش مشكلة، انا جاي للموضوع هذا، ولكن احنا عندنا وضع الساعة في البلاد بعد اعلان الرئيس يوم 25 جويلي اللي هو فيه تنكر لأحكام الدستور لأحكام الفصل 80، الفصل 80 لا فيه إمكانية تجميد البرلمان، بل بالعكس الفصل 80 يتحدث على استمرار جلسات البرلمان في انعقاد دائم، لا فيه حق في إعفاء رئيس الحكومة لأنه رئيس الحكومة كيف كيف، بل بالعكس منع مجلس نواب الشعب حتى على توجيه لائحة لوم ضد كذا، لا فيه إعلان على أنه رئيس الجمهورية واللي هو رئيس النيابة معناها العمومية وأنه يمسك بالسلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية برأسيها رئيس الحكومة كذا حسب مقتضيات الدستور، ولا فيه القاعد يحسب ذلك، ثم مخالفة وضرب صريح لمقتضيات الفصل 80، وثم كذلك ضرب صريح لقيمة الجمهورية. هذا الموقف المبدئي واضح كان تفقوا فيه. حركة النهضة ورئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب توجه لمجلس نواب الشعب ودعاء الناس لتحق به، فعلا دعاء وعطى صورة كونه مسنوا بالشعب وفشلتم. لا ما فشلناش، كل واضح ما التحقوش بيكم بعض المئات. خلينا نجاوبك انا، لا هذه الصور، هذا المعطى الموضوعي الميداني، هذه الوقائع سي نور الدين. اي طبعا، لكن مش مشكل كان تحاول. لا في سي نور الدين ما تخافش باش تحكي. اولا رئيس مسنوا بالشعب كشف بشكل واضح للعالم الكل والتوانسه انه مسنوا بالشعب اصبح تحت سلطه عسكريه، وهذا امر مرفوض، ما ظنش وكان ثم حتى واحد يمن بحد ادنى بالديمقراطيه يقبل به. الموقف المبدئي واضح. اثنين الناس التحقت رغم الظروف. هل تلاشت القواعد الشعبيه لحركه النهضه؟ الناس التحقت وحضرت وكانت بعدد كبيره، ونحن قررنا في الاخير تعليق بعض المئات تعتبرها اعداد كبيره بالنسبه لحركه النهضه، وانتم تتباهوا بالمئات حلف في المسيره الوبائيه. الحال اكثر برشا من الناس اللي خرجت تتذكر وتطبل كون هو مساند للاجراءات الديمقراطيه والاجراءات. ما تعتبروش انه الشعب النهضاوي سحب منكم ثقته؟ والله الناس اللي كنت
انا انا بالوقائع وبالمعطيات الموضوعيه نقول لك نعم. لا لا ما غلط دعوتهم بكل وضوح انه الناس تهبط وهبطت وما هبطتش وهبطت وما هبطتش وهبطت وما هبطتش وهبطت حزب لبنى وهبطت حزب لبنى ونحن ثم ناس معناها دعناها للعوده من الجهات اللي جايينها ولانه بالنسبه لنا التجمع اللي صار حقق اغراضه في كشف حقيقة ما يحصل. نحن مرة جديدة نقول للناس كل راهو مجلس نواب الشعب المنتخب اليوم معناها مغلق من طرف قوة عسكرية، راهو اليوم القضاء مهدد بأن يتم وضع اليد عليه، راهو قيام الجمهورية مهدد بالانهيار، ونحن في حركة نهضة ما زلنا على وفي حركة نهضة وفي العديد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات ما زلنا على خيارنا في أنه ما حصل مخالف للدستور ويجب معناها عودة التعجيل بالعودة للشرعية الدستورية. القيادي خلينا نقول المنشق عن حركة النهضة لطفي زيتون يتحدث عن إضاعة فرصة تاريخية بالنسبة للحركة. العديد من الأصوات قاعدة تقول أنه الحركة لازم تراجع نفسها ولازم تعيد رسكلة نفسها. اليوم أي مراجعات كبرى قمت بها بعد هاللفظ ذي كان رئاسي ولا كان شعبي؟ أنه حركة وحزب يراجع نفسه هذا أمر طبيعي لأنه كل بشر لازم يراجع نفسه، ولكن هذا ما يغطيش على حقيقة ثابتة أنه البلاد اليوم تعيش انقلاب. ما يغطيش على حقيقة ثابتة نكمل واضح ما يغطيش على حقيقة ثابتة أنه تم التنكر لقيم النظام الجمهوري. ما يغطيش أنه هذا اليوم السردية هذه واضحة مساش لأنه الحاصل اليوم أنه الحاصل اليوم مش بسبب أنه حركة النهضة وأي حزب آخر ما رجعش نفسه، الحاصل اليوم هو بسبب وجود إرادة عند البعض في الانفراد بالحكم وإعادة تونس لنادي الدكتاتورية. أي مراجعات سينور الدين بالآن بالدو مراجعات تتحقق مراجعات تتحقق البلاد نقوم بها لكن مش تحت ظل نظام انقلابي. يعني ما تقوموا كان بمراجعات تحت الضغط وبالقوة وحدكم ما فماش نقد ذاتي داخلي هكا تو قلت هذا قلت اللي تستحقوا البلاد. قلت لك أي مراجعات يقوم بها أي حزب واجب يقوم بها وكل حزب أهم الدروس وكل حزب بعد 10 سنين الدروس بعد 10 سنين من الفقر والتهميش وكذلك من انهيار المؤسسات وشك انهيار الدولة ومن الإرهاب وخلي نكملوا من الفساد وكذلك من غلاء المعيشة ومن موتى الأطفال وحسب رأيك وحسب رأيك أنت النساء الفلاحيات الكديحات وحسب رأيك ومن أي مراجعات حسب رأيك أنت الانقلاب لا اتحدث مش يحمي النساء الفلاحات من الموت انت حتى عن توصي الشغل خلنا نكمل خلنا نتحدث نساء هاو توجيك انت انا حسب رأيك انت الانقلاب اللي تحدث علينا الناس كل بما في ذلك السادة معناها كبار في القانون الدستوري كما هذا بن عاشور وغيره ولا قالوا بكل وضوح هذا انقلاب. يعني الانقلاب مش يوفر شغل بطالة والانقلاب مش يوفر خبز جواع نزيد الدعم موقف سينور الدين كمل فقط سمحني المحددين بحذانا طرق الكحلاوي سفيان بن حميدة يعتبروا لو تسمح سينور تسمح لي نكمل ولا لا لا باش نجمو نتجاوزوها يعتبروا المحللين المزوز انه ما حدث يوم 25 جويلية هو انتهاك وخرق للفصل 80 هاو نسهلوه مساج خليني نكمل خلينا نكمل مساج نتجاوزو يعتبروا خرق وانا اعتبرته انقلاب مساج خلينا نكمل انتم اي دروس اليوم الشعب يستنى فيكم حد لقره النهضة ستندثر بل يتساءلون اي مستقبل لنهضة جديدة شنو مراجعاتكم؟ طيب نجم نجاوبك تفضل خليني نكمل جملة تفضل ربي يبارك فيك كثر خيرك ما شاء الله عايش خير عندي مدة ما ريتكش هكا سينور الدين ربي يطول في تبارك الله قلت حاجتين قلت كل حزب وكل بشر اصلا مفروض عليه انه يراجع نفسه ويعدل مساره ويراجع اخطاء اذا كان ثم اخطاء وثم اخطاء ويراجع نقايص اذا كان ثم نقايص وثم نقايص ويراجع هنات اذا كان ثم هنات وثم هنات لانه ما ثم حتى حد معصوم من الخطا. ولكن هذا الكل في وقت وهذا مطروح على النهضه ولا غير النهضه وعلى النهضه اساسا باعتبار الحزب الرئيسي في البلاد وهذا يشرف لنا انه نراجعوا اخطائنا ونراجعوا مسارنا ونراجعوا كذا. ولكن هذا ما ينفيش انه الانقلاب ما عندوش علاقه بالاخطاء هذه. الانقلاب هو ناجم على خاطر اللي غلط حزب ما تعملش انقلاب اللي غلط حزب تحاول تصلح وتسامح. وثانيا انه الانقلاب والانقلابيين في العالم اللي يبشروا كل ما عملوا انقلاب يبشروا الناس بالجنه عمرهم جابوا الجنه. اعطيوني انقلاب في العالم جاب جنه العباد جاب الشغل وجاب الصحه وجاب الكرامه وجاب الحريه كذا
الانقلابات مطلقا هي عدو الحرية وهي عدو الشغل وهي عدو الكرامة وهي عدو المساواة. من فاصل ونواصل مع نور الدين البحيري وتكون الكلمة لطارق الكحلاوي وسفيان بن حميدة في برمجة خاصة مع وائل توكيبري على EFM أحلى راديو. ضيفنا القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وزير العدل السابق النائب السابق طبعا طارق الكحلاوي. شوف سيد نور الدين أنا باش نكون صريح معاك ما غير جواندوات، نحترمك طبعا كشخص أنت معناها محامي وعندك يعني تجربتك إلى آخره، لكن كي نسمعك توا نحس إنسان عايش فعلا في كوكب آخر. هاو عليش أنا نعتبر سي نور الدين أنت من الأطراف الرئيسية داخل حركة النهضة المسؤولة على الوضع هذا في البلاد، أنت تحديدا كشخص. هاو عليش انت قلت الانقلاب هذايا، انا قلت ديجا اللي صار هو مخالف للدستور وتسيترا، اما انت قاعد تتحدث على اللي صار على اساس اراده فرديه متاع شخص قاعد هكاكا وبين ليله وضحاها قرر باش يعمل الاجراءات هذه. انت قلت اللي صار الكل اللي سميتها الاخطاء اذا فما اخطاء، النقائص اذا فما نقائص، ما عندها حتى علاقه باللي صار ل 25 جويه. وهذا بالنسبه لي انا يعكس لي علاش انت في كوكب اخر. اذا كان مازلت ما فهمتش شنو صار ل 25 جويه وعلاقته بكم انتم اساسا، مش بكم انتم فقط، بكم انتم اساسا وداخلكم انتم انت اساسا، فانه ما نعرفش شنو النقاش اللي باش تعملوه وشنو المراجعات اللي باش تعملوها. علاش نقول الكلام هذايا؟ سي نور الدين انت من الناس الرئيسيه اللي لعبت على تحويل الديمقراطيه الى عملية توافقية شكلية بين ثلاثة أربعة من الناس في غرف مغلقة. أنت ساهمت في تحويل الديمقراطية إلى تفاهمات نخبوية متاع ناس تدافع على مصالح مضيقة متاع مجموعات محددة في البلاد، نخبة الريع والعائلات متاع الريع على حساب بقية الشعب التونسي. أنت من الناس اللي ساهمت في تمرير قانون المصالحة مع الفساد في 2017. انت سي نور الدين بوصفك رئيس كتلة وطرف رئيسي داخل حركة النهضة، ساهمت باش تخلي الناس فينا الماء يحسوا للديمقراطية مش هذي الانقلاب. انتم قلتوا صار انقلاب على الديمقراطية والثورة، الانقلاب هو صار على الديمقراطية اللي من نوع هذي، اللي ضربة الليبرالية في العمق، اللي هي نحات روح الديمقراطية، اللي خليت العملية السياسية مجرد عملية متاع التفاهمات متاع ثلاثة أربع حزاب شادين تركينا وكهو. ثقة الناس في المسار هذايا اللي تضربت وهذا واقع، وهذا ظهر بعدد من الأشياء بما فيها في علاقة بالقاعدة الانتخابية لحركة النهضة اللي وخرت يجي مليون من 2011 حتى 2019، ظاهر من نتائج متاع الانتخابات في 2019 بشكل عام انه تحطت النخب الحزبية بشكل هامشي ومشيت أغلب الأصوات الأطراف أوتسايدرز خارج المنظومة الحزبية. وكانت الرسالة المفروض بعد 2019 هو انه باش تتلم الناس باش في الاخر تعمل السياسة المطلوبة من الناس، تتلم الاحزاب باش تعمل السياسة المطلوبة من الاحزاب، انه راهو كي نقول لكم قبل الحملة الانتخابية راهو فلان فاسد، راهو فلان فاسد باش نواصلوا معاه المواجهة، مش نشد الصحيح ونطيح حكومات باش ندخل نبيل القروي اللي سميته فاسد في التحالف متاعي اللي نحبه يصير مهما كان واللي تمسكت به في البرلمان ومازال متمسك به لتو. شكون اول من قفز من السفينه نتاعكم سي سي البحيري؟ شكون اخي تو الناس اللي خرجت بيانات ضد المخالفه للدستور شكون؟ هل هي قلب تونس؟ قلب تونس خرجت الكتله بيان، ما يهاود نسمعوا في التصريحات بتاع النواب نتاعهم، خليوكم ومشاو. الطرف الديمقراطيه اللي تحدث عليها اللي تحب تعمل معها الجبهه سي نور الدين ما عادش عندها فيك ثقه. علاش ما عادش عندها فيك ثقه؟ الخطر التفاهمات التاريخيه القديمه نتاع 18 اكتوبر اخليتوا بها، ما تنجموش تقودوا جبهه لاستعاده الديمقراطيه، انتم جزء من المشكل. واحد اهم مخارج الوضع هذا هو النهضه جست ما تعمل مراجعات. انت قلت ما نعملوش مراجعات تحت نظام الانقلاب، وهذا نعرف توا الصوت اللي ممكن موجود داخل حركه النهضه ما تكلمونيش، ما تكلمونيش توا المساج الداخلي يا جيش النهضه توحد في المعركه الان
وما نحاسبوش بعضنا، لانك يعني تعرف انت باش تكون معني بشكل مباشر واول. تحدي ام سؤال. انت تفضل سي نوردين بحيري. انت سي نوردين، انت سي نوردين، خاطر هنا خرجت بالسياسه. السياسه نغزروا مكرو، نغزروا مكرو. تحب تغزر للتفاصيل الاجرائيه عجله التاريخ. انا عزيزك برشا اليوم، وانا كنت دي من عزك، وتعرف عندي علاقه خاصه بيك وبالولد. ما قلتش ما عندناش مراجعات، قلت هناك الكثير ما يجب مراجعته، ولكن الانقلاب ما يحلش المشكل. الانقلاب ما يشجعش المراجعات، الانقلاب يدفع البلاد الى مازق ما يعرف حتى حد شنو منتهاه. وانا متفق انا وياك، نحن اختلفنا في اللفظ في التوصيف. انت ماك متفق معايا انه هناك مخالفه صريحه وخرق صريح او تجاوز صريح لحكم فصل 80 ماك ولا لا؟ فما خلاف جذري بين انت وياك، على خاطر انت ما تحبش تحط الكونتكست اللي جرى فيه الشيء هذايا. خلينا نحكوا على هذا، هذايا معزول. خلينا نحكوا على هذا. مانيش فرد انا وياك موقف سي نوردين. باهي باهي باهي. تو انت قلت ثم مخالفه صريحه لحكم فصل 80 بالدستور ولا هذا تراجعت عليه؟ ما تراجعتش. انا قلت راهو المخالفه الصريحه لاحكام فصل 80 بالدستور هو انقلاب على الدستور. ماناش مختلفين. لا مختلفين. انت معاه انت رئيس الجمهوريه يصبح هو رئيس النيابه العموميه. مختلفين. انت معاه. مختلفين. مختلف اليوم مجلس القضاء وكل القضاة وجمعيه القضاة رفضوا الشهاده به. ما تحبش تشوف، ما تحبش تشوف الكونتكست نتاعك. خليني نكمل مساج. اليوم مربوط. انا ما قطعتكش يا طارق، انا ما قطعتكش. انا ما قطعتكش. تفضل. وقاعد نحب نقول الشيء المتفقين فيه الشيء المختلفين فيه، وانا مش نقول شنو المختلفين فيه. انا مش نقول شنو المختلفين، ولذلك المراجعات بالنسبة لحزب وحزب النهضة بالذات مسألة ضرورية وواجب ومسألة ذاتية، منطلقة ذاتي. ونحن نراجع أنفسنا كل يوم ومستعدين نراجع، وما نشي ناس معصومين من الخطأ أصبنا وقتنا. وين بالضبط وين بالضبط المراجعات؟ خلينا نكمل. هذا كلام عام. جاي الوقت للصراحة سي نوردين. هذا أسلوبك في الخطاب ثلاث سنوات، سامحني ثلاث سنوات الناس تقول هكا كلام سي نوردين. نجم واصل. ادخلوا في التفاصيل، أعطيني شنو هي المراجعات. تكلم أنت هاني ساكت. تفضل سي نوردين. سي طارق. واضح واضح. كمل أنت هاني ساكت. والله أنا قاعد أقول لك هذه فرصتك باش تحكي فينا، الناس تسمعك. هاني نحكي. الناس مش قاعد تسمع فيك سي نوردين. خليني أنت قاعد تحكي. احكي. اما الناس والله اللي قاعد تسمع. كنت متوتر يا طارق. تفضل سي نوردين. هل الوضع هذا ما يخلينيش متوترين انت وهذا كلام يا طارق؟ هذا كلام سي نوردين. وصلت الفكره. اخي الوضع هكا في البلاد ما يخلينيش متوترين. لاباس، وضعنا عادي معناها انت وهذا كلام. اكيد طارق، الكلنا رانا على اعصابنا متوترين، والا على الاقل قلقين على حال البلاد وين سايرين. لكن احنا ما زمناش نتوتر، نسمو بعضنا. زوز ارى سي نوردين، فما اللي يقول تصحيح مسار، فما انتم تقولوا انقلاب. التوصيف العام اليوم اللي مجمعين عليه تقريبا المنظمات الداخليه والخارجيه انه موش انقلاب. انا ما نحكيش على المنظمات الخارجيه، انا نحكي على من قال انه ما حصل فيه مخالفه لاحكام فصل 80 من الدستور. واضح، ما فيش حديث. وانه معناها في الجمع بين السلطات بين يد طرف واحد ورئيس واحد في مساس من قيم النظام الجمهوري. هنا متفقين انه نراجع انفسنا ونحن معترفين ونعترفوا، مش اليوم، البارح واليوم وغدو بعد غدو. كان هناك الكثير من الاخطاء في اداره الشان العام، الكثير من الاخطاء ربما حتى في التحالفات. وعلى فكره ونحن كنا في تحالف مع التكتل ومع المؤتمر من اجل الجمهوريه، وهذا الكله يحتاج المراجعه. يا سي نوردين كمل اثنين ونمر معك يا سفيان. كمل اثنين. انا ما في باليش بروحي معناها شمشوم الجبار نتحكم في الناس. لا شمشوم، ما عندك مسؤوليه. اي بيساش بيساش. رئيس كتله ونائب رئيس الحاكم. اتحمل المسؤوليه. نعم نعم. هي. ولكن مش انا صاحب القرار. كل قراراتنا قرارات جمعيه، والقرارات اللي اتخذت قرارات معناها انا دافعت عليها وما زلت مش ندافع عليها، وهي لمصلحه البلاد. مازلت مش تدافع على قرار التحالف مع احزاب الفساد. هاني جيتك. مازلت هاني جيتك. انت ناسي حاجه. انت احزاب الفساد. انت ناسي حاجه. انت اللي سميت. انت ناسي حاجه. جبرابي. هاي باهي. انت ناسي. قلت لك مسقطت حكومه يا اخي. الحكومه اللي سقطت شنيه؟ اخي رئيس الحكومه اللي سقطت علاش سقطت؟ مش سقطت على موضوع تضارب مسارح قضية الفساد. هكا سي نوردين بالتعاود في الشيء هذا. اي نعاود في الشيء هذا. هذا الموجود. هذا الموجود. بالتعاود في الشيء هذا. الموجود. صورتك الموجودة انا نعتبرها جزء من الجريمة السياسية في البلاد. هذا الموجود. اكل المجموعة اللي جبتها وراك. هذا الموجود. وزيد صاحب الثقة تحت. هذا الموجود. اخي هذا الموجود. انت طيحت حكومة تدافع على تضارب مسارح. عليه. ومن بعد تمشي تعمل تحالف مع نبيل القروي. الهرب توا لما تضرب مسارح ولا عنده قضايا جاريه. لما تضرب مسارح ولا هذيك انت على لما تضرب مسارح. لما تضرب مسارح ولا تعاود
شنو المراجعات ثم تذار مصالح ولا لا مزلت مصر على المراجعة نقول ما ثماش تذار مصالح والله يا عجيب تورا كنت فخفاخ ورئيس فخفاخ مكانش مرض يا قضية مرض طيب الرجل مزلت قضيته جارية هاني جاري هاني قضية كيف الكفاف القرب سيد الاخر هاني بالقرب وعد القضايا جارية وعامل معه تحالف مازلت مصر في التخفي عليه وخليك محطته في السكينة وهرب طرق شيء مراجعات الشغلة كيفاش غلط باش نلتجئ إلى هو الغلط أنت غلط تعرف علاش غلط علاش غلط خاطر انت تكيل بمكيالين هذا هو اللي نكيل بمكيالين انت بمكيالين قدامك انت انت واحد من المجموعه نظام نقطعوا الميكروات على كل من طارق الكحلاوي ونور الدين البحيري من فضلكم بعد نرجعوا الهدوء واحد باش يولي هوني في مجلس النواب يا اخي ليه من فضلكم نرجعوا للهدوء ونواصلوا الحوار نستأنفوه بكل هدوء من غير تشنج نسمعوا بعضنا نسمعوا بعضنا من فضلكم يلا تخيل في برمجة خاصة مع وائل توكيبري على EFM أحلى راديو وعاد الهدوء واستتب الأمن في الاستوديو نور الدين البحيري نحن ما سقطناش حكومة الفخفاخ لأنه لمجرد نسقطها نحن سقطنا حكومة الفخفاخ لشبهة معناها تضارب مصالح تورط فيها رئيس الحكومة وكنت بين القضاء هي هذه سردية قديمة ونعرفوها هذه سردية قديمة ونعرفوها يخدموا خود سفيان الكلمة نقول نحن في تقييمنا للوضع سواء كان نقولوا انقلاب وهو كذلك أو نحاول لطف ونقول مخالفة صريحة لأحكام فصل 80 ولقيمنا الجمهوري أو ندعو إلى العودة للوضع التشريعي كذا الكل نفس الشيء حاج موسى الحاج ونحن نطالب بعودة الشرعية الدستورية في أقرب وقت لحق دماء تونسيين ونقول كذلك ونقول كذلك أنه حركة النهضة سفيان معناها مراجعة الأوضاع في البلاد ومراجعة معناها نفسها ومع التزام بالنظام السني لكن واضح واضح نور الدين أنكم تحبوا تخليوا المشكلة في إطار سردية نظرية انقلاب مش انقلاب لا الموضوع أبسط برشا يا سيدي سوات أي سيدي انقلاب أما فسر لي كيفاش نهار 25 الصباح قبل الانقلاب قبل ما يعلن على انقلابه وأنا ما نعتبروش انقلاب على فكرة إن ال ال العباد خرجت للشارع العباد خرجت للشارع وخرجت تندد بيكم اكثر من كيكه وان كنت انا مانيش موافق لكن مشاو للمقرات نتاعكم باش باش يقلعوا البلايك نتاعكم وهي رمزيه كبيره ياسر انتوما حطوكم المسؤولين على ما عشتوا البلاد تلك العشر سنوات من صعوبات لأنكم كنتم انتوما في العشر سنين الموجودين على طول بدون انقطاع ان التوانسة قالوا لكم انقلاب مش انقلاب احنا ما نش متقلقين مدام هذا بش يعصف بيكم بش يعصف بحركة النهضة و انتوما ما كنتوا تعطيوا في اجابات على هذا يعني على موقف التوانسه منكم المشكل انكم هاربين تحكيوا على مواقف نظريه جاوبك بيان سور طيب خلينا مش معاك في اللخص يا سيدي ثم ناس ضد حركه النهضه وتحمل حركه النهضه مسؤوليه 10 سنين حكم وقت اللي هي في العشر سنين هذوما معناها كانت بعيده عن الحكم من وقت التحالف الثلاثي مع المؤتمر وتكتل الشركة من وقت مهدي جمعة من وقت الباجي قد سبزي الله يرحمه اللي كان هو الحزب الأول لكن مش وصله لا تعرف ما عاش يصدقوك في هذا ما يصدقوش مساج خلينا نشوف اللقصة نمشوا اللقصة أن هناك غضب ضد حركة النهضة لكن توانسة اللي خرجوا باش يعبروا لغضبهم ضد حركة النهضة مهما كان عددهم ومهما كان وضعهم مهما كانت خلفياتهم قلت عليهم مجرمين قلت بلطجية ومجرمين نهار 25 خلنكم تفضل هذو ما ظهر لي مدعاوش باش مدعاوش الانقلاب وما قالوش بالله يعوضونا النظام الجمهوري بنظام ملكي حكم منفرد وما قالوش بالله يدزوا البلاد في حيط وقت البلاد في حاجة باش تتنفس وفي حاجة للتضامن وفي حاجة للتهدأ وفي حاجة للاستقرار وفي حاجة للتعاون وفي حاجة للتفادي كل المنزلقات اللي تنجم تعزف
بكل ما هو موجود. وذلك نقول هالشيء هذا في كوم نتفهموه ونقبلوه، حتى لو كان ثمن نتاعه حرق مقرات ال... انا مقرات ال... ما قبلتوهش مساج ما قبلتوهش وزميلتك هذاك الهم اللي مرضاش بيكم. تو نجم نكمل بيه نكمل كلامي، قلت خلينا نفترض وقبلناه. هذا شيء رد فعل ضد النهضة شيء معقول، خلينا نقول طبيعي، خلينا نقولها طبيعي ومتحملين مسؤوليتنا فيه وندفع ثمن ربما ارتكبناه او ما ارتكبناش. لكن هذا الكل يا جماعة يا سي سفيان ما يديش اللي حصل، واللي قلت انت فيه مخالف للفصل 80 وما نقول ما نقولش انقلاب، ايماش تسميه بلا تغيير تغيير مبارك؟ لا 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 تغيير مبارك لا 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 اش معناها 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 مخالف مثلا؟ خلينا نكمل. هذاك هذاك السحر الذي انقلب على سحر. انا ما قطعتكش لا سحر ولا سحر، خلي السحر غادي والسحر غادي، ماناش في هذاك الصياغه نتاع الدستور اللي بالتلبيح اللي صار الدستور اللي صار خليته فيه ثغرات استفاد منها. نجم تكلم واحد تفضل سي نور، مش معقول بحاول يتكلم معك مثالش. تفضل سي نور، انا تفاعلت معك. خليني نكمل، علاش ما تفاعلتش معك؟ خليني نكمل كلامي. 10 سنين بديت تتفاعل معنا سي نور مريره مثالش. يا سي سفيان يا سي سفيان راهو زايد باش نغطيو على الحوايج، ما مكدر يعني انت اختلافك مع النهضه يخليك تحط راسك تحت التراب وتقول راه مثلا مش انقلاب خاطر النهضه موجوده غادي. لا مستحيل، ما هو هكا تملك، ما هو هذا الموقف مستحيل. لا خليني نكمل من فضلك، مش هذا مش هذا. خليني نكمل، خليني نكمل. راهو مهما كان درجه اختلافك مع النهضه ومهما كان درجه اختلافي معاك، الحق حق. خرق اللي كان في 80 من الدستور، خرق اللي كان في 80 من الدستور، مساس من القيام النظام الجمهوري، مساس من القيام النظام الجمهوري. عاودت رجعت بينا للحوار النظري. لا نرجع، اللي انا نسالك على الشارع في علاقتكم بالشارع. فتفضل سيد نوردين السؤال هذا. تهديد استقلال القضاء، تهديد استقلال القضاء. هذاك هو تو نجيك على السرديه هذيك. هذاك هو تو نجيك السرديه الاخرى. هذيك في استقلال. ما ماناش متفاهمين، هو قال لك مش قال لك كذا لانه ثمن النهضة. لا لا هو تو نجيك. سامحني سفيان، سامحني سي نور الدين لو تسمح. قال لك في سؤال واضح، تفاعلكم مع الشارع اللي انتفض عليكم اليوم وقال كفايه. قلت خلي شنو تجاوبوا هالشارع؟ قلت الشارع قال كفايه باسطه، بترك النظر على حجمه وعلى مخلفياته وعلى كذا. مع كل احترام ليه ومع كل ما يخير نفترضه كلامه صحيح وموقفه صحيح، قلت الشارع هذا لم يدعو الى انقلاب، لم يدعو الى المساس من احكام الدستور، لم يدعو الى ضرب المؤسسات الدستوريه المنتخبه، لم يدعو الى مس كل المنظومه، لم يدعو الى مس استقلال القضاء، لم يدعو الى شيء. ثم حاجه اخرى، راهو رئيس جمهوريه ولا رئيس مجلس نواب الشعب ولا مسؤول في الدوله، اي مسؤول في الدوله ولا راجل فكر ولا كذا، راه يفرق بين الرد الفعل ضد حزب وضد شخص او ضد جهه وضد كذا، وفرق بين اسس النظام الجمهوري اللي لازم الناس كل واضح تحميه. واللي هو سفيان بن حميده كلمه على سفيان قال الدستور هذا ما كما عملتوه انتم. اولا الدستور هذا ما عملناش نحن وطارق شاهر، هذاك الدستور هذا يتعمل تقريبا ما يشبه الاجماع في تونس، ونحن كان عندنا شرف ان نشاركوا فيه. والدستور راهو مش قران منزلي، نجم يتبدل لكن ما يتبدلش بانقلاب على فصوله كما قلت. سفيان بن حميدة واضح سي نور الدين يتم تغييره من خلال الاليات. قال لك انقلب السحر على الساحر فليواصل، انقلب السحر على الساحر. انت تحب ترجعني للحديث النظري حول الدستور، ما نحبش ندخل معك في هذاك. ما تحبش تقول الشعب التونسي، الشعب التونسي خرج وقال لكم انتم ما نحبش، ما عادش نحب نشوفكم في الحكم. هذا اللي قالوا نهار 25. ايش معناه باش نرجع؟ باش نرجع؟ باش نرجع؟ هو نخرج انا من الحكم، انا هو الشرعيه. نخرج من الحكم نحن 2014. ما نخرجنا وما صارش انقلاب. لانه الشعب خرج، لانه الشعب خرج. ما نخرجنا وما صارش انقلاب. الواحد نرجع الموضوع. باش خرجنا انا من الحكم تاع الانقلاب انت. اخر لا قلتوا عليهم انقلابيين. اعتصام بارد وقلتوا انقلابيين. نرجع للموضوع. وقلتوا مجرمين. وقلتوا نفس السرديه. هو ينسى ذاك مش مهم. المهم انك انت اليوم حرق قلبك على استقلالية القضاء ووضع اليد عليه. اي يا سي نور الدين لو فكروك انك انت فترتك انت في رئاسة وزارة العدل في وزارة هي اتعس فترات العدالة في تاريخ تونس. انت قلت انت راك خذيت قرار
تعسفي باش بإعفاء كذا بإعفاء انت في بالك كانوا واقف قرار ليه 80 واحد قاضي اللي قدموا بك قضية الكل ربحوهم يا اخي المحكمة الإدارية اسمعني ايوه ايش عملت انت تو انت ولدت تلعب خارج الميدان ليه باش نقول لك انت اليوم مطالبتك باستقلالية القضاء يا سفيان تتسمع من حد ياخر صراحة ما تسمعش منك انت. طيب سيد نفتر قولها يا سفيان قول نعاود يا سفيان نعاود نمشي معاك اللخص افترض زدنا انه انا ما احترمش استقلال القضاء خلينا نمشي معاك انا كي انا ما احترمش القضاء برا الغيري مش ما احترمش القضاء لا في مالك كيفاش هذا صاحبي لا اما خلينا احنا نقولوه مش انت قلت اما خلينا احنا نقولوه مش انت لا نقولوا حتى انا مسالش لعل انا غلطت ورجعت موقف وهو انا قلت له غلط اسمعني لعل مسالش هاني مش معك اللخص هاني مش معك اللخص وهاني قلت لك اخي انا اللي قلت راهو في الاجراءات اللي خذاها السيد رئيس الجمهوريه مسمى استقلال القضاء مش للقضاء قال الشيء هذا مازال المجلس القضاء نتاع انا سيدي الكريم جمعيه نتاع المجلس القضاء جمعيه القضاء جمعيه القضاء لم يعبر عن قرار او غيره جمعيه القضاء التونسيه هي اللي قالت احمد الرحموني رئيس الجمعيه السابق هو اللي قال يعني قضاتهم اللي قالوا مش انا قلت وانا اقول زي من الناحيه القانونيه الدستوريه ليس لرئيس الجمهوريه ان يضع يده على القضاء للقضاء سلطه مستقله عن السلطه التنفيذيه قلت لو فرضنا جدلا نفترض جدلا قلت انا غلطت ما عندوش الحق يغلط توا كان انت لو غلط علاش ما تحاسبتش سي نور الدين نعم انت تقول لو فرضنا جدلا انا غلط ما لازموش يغلط توا اما هذا ما يصير كان وقت اللي نكرسوا الافلات من العقاب ومبدا هذايا في تونس ولا جاري وساري المفعول ليش ما تحاسبتش انت لو فرض انا غلط لو فرض غلط اللي كان ثم فعلا غلط انا تحاسبت ما غلطش لا هي المشكله فيش غلط. في القضاء لست متخوف من فتح الملفات في وزاره العدل نور الدين البحيري يا اهلا وسهلا في كل وقت القديم وجديد لا خوف على الملفات الكبرى منها الشهيدين شكري بالعيد والابراهيمي القديم وجديد يا اهلا وسهلا مرحبا لا خوف مرحبا ولكن هذا ما يبررش ان ياتي من يحاول وضع يده على القضاء والمس من استقلاليته نعودها مرة أخرى لا يبرر أقسمت أنه انقلاب هل تقسم اليوم في الاستوديو أنك لم تضع يدك على القضاء التونسي ولم تخلق فيه ولا أيد هل تقسم سي نور الدين على ذلك بماذا تقسم فتفضل أني لم أتدخل في القضاء ولم أعطي تعليمات في أي قضية مهما كانت وخليت القضاة يتصرفوا بشكل معناها طبيعي وتلقائي وكل من يتخذ قرار من يتحمس ويتخرج وتحدى أي واحد سواء كان من القضاء ولا خارجه أن يقول أن نور الدين البحيري وقت وزير العدل أعطاني تعليمات في أي ملف كان مهما كان نوعه طارق الكحلوي إيه أنا مش نعود نرجع خاطر معناتها بالحق نحس للأسف أنه الحوار مع سي نور الدين هو براتيك مو حوار ترشان سي نور الدين قبل 25 جويلية هو بعد 25 جويلية ما راش حتى شيء ما يشوف حتى شيء جوست المشكلة الوحيدة أنه رئيس الدولة عمل الإجراءات اللي أنا كيف ما قلت نوصفها أنها مخالفة للدستور وأنه يعتقد أنهم قادرين أن يقودوا معركة متاع ديمقراطية وضد نظام انقلاب وإلى آخره من الكلام هذي نحب نرجع نهار 25 جويلية في الليل شنو حاولوا يعملوا في الليل الدعوة اللي قام بها رئيس الحركة رئيس البرلمان لتجميع الناس في بارتو وعكس ما يقول سي نور الدين فشلت محاولة عملين موازين قوى بالشارع وهذاك السبب الرئيسي للانسحاب قال سي نور الدين الشيرة الأخرى شوف قداش من كعبة كعبتين وكعبة الناس اللي جاتهم في باردو الناس اللي أهلي باردو في المو الناس اللي في باردو غديك اللي هما كيف الشيء اللي صار في البلايس الأخرى كل قال أكثر ناس اللي جاهم في باردو أكثر من الناس اللي خرجت تتزمر وتعمل وتستيرا ليلة بلها بليلة مش قادرين يشوفوا حد شيء يعني بالنسبة لهم تي أربع كعبات هذيك مازالوا في الأجواء متاع مسيرة فيفري متاع هبطنا 100,000 وقتها قلت أنا لهنا النهضة هذيك نهضة اللي هبطت 100,000 بالكماين والفلوس والماكينة متاع التنظيم وتسيتيرا ما عاش النهضة الشعبية اللي عندها امتداد شعبي وكذا باردو قريبة الأحياء الشعبية كانت معروفة تاريخيا معاقل متاع حركة النهضة حي ابن خلدون وحي التحرير وحي التضامن لا ابعد هذاك يعني ناس على ساقيهم تنجم تجي غاديك ما جاتش الناس
خاطر علاش شكون شافوا في التلفزه نهارتها؟ شافوا السيد نور الدين البحيري وحليفه سيف الدين اللي هو اصر انه يكون وبك المنطق العادم اخي توا لمدى اشهر توا المنطق بتاع اونتر بارونتيز نحن نحترم رئيس الجمهوريه. كان السيد نور الدين البحيري يخرج يقول نحن نحترم نور الدين رئيس الجمهوريه وبجنبه حليفه الثابت الذي يصوت معه دائما وابدا في مكتب البرلمان يغزر قيس سعاد يقول له عندك ريح ذري عشر واصروا ليلتها انه يحطوا اليد في اليد ليلتها يخرجوا الصوره هذيك ومن بعد يقول انا باش نجم نمد يدي للاطراف الاخرى. الطرف هذيك اللي حط يده معاه اللي هو مش سخسخ مش سب كل الاطراف الاخرى وبما فيها قيس سعيد وبعد جايبوا بحذاك يا باش نعمل معاه تحرك من اجل استعاده الديمقراطيه. انت جزء رمز متاع افساد الديمقراطيه اللي صارت في الفتره اللي فاتت افسادها فسدت. جبت توا سي نور الدين على قال من الناس سمى من الناس اللي معناتها اعتبرت اللي صار انقلاب سناء بن عاشور. سناء بن عاشور كانت مرشحه لسنوات للمحكمه الدستوريه وحركه النهضه تعديت ل 2015 في الدستور واضح عندك عام 2015 2016 2017 2018 وما تعملتش المحكمه الدستوريه علاش وبلوكات سناء بن عاشور هني جاي وبلوكات سناء بن عاشور وتو يجي يقول لك عملنا ديمقراطيه. ايش خصك انت ما التمسك بيه الدستور هذاك؟ اول من خرق الدستور هذاك هو الاغلبيه التوافقيه ديمقراطيه الشيخين اللعبه بتاع الغرف المظلمه السياسه بتاع شويه اصحاب المصالح الرجال لك امورك وترجل لي اموري. اخي من وقتاش بدا خرق الدستور؟ اخي عدم اقامه المحكمه الدستوريه اللي احد اهم العناصر اللي اعتمد عليها قيس سعيد باش عدل الاجراءات. واضح يا طارق اي توا سي نور الدين باش يتكلم. سي نور الدين ولا بالحق نحب نقول لك ملاحظه مباشره والله بالحق راهو بالحق صدقني وهذه اللي كنتي راهو الاسلوب اللي قاعد تحكي به نتاع كل شيء واضح يا طارق واضح واضح خلي سي نور الدين توا يتكلم راهو يستفز الناس واضح واضح راك قاعد تضر في حركه النهضه اكثر توا من قاعد يضر في حركه النهضه هو الخطاب اللي تعمل فيه هذا الجواب نور الدين البحيري تفضل سي نور الدين لا ماهيش نصيحه قلت توصيف توصيف ملاحظه نصيحه اخويه نصيحه اخويه خلينا نعاود نقول لك من جديد يا ستار كل ما يمكن يكون حصل له يحصل من اخطاء شنو هي الاخطاء شنو هي الاخطاء يعني برشا عندك قول لنا هذه الفرصه باش تغزل الناس خور انا عملنا شنو هي الاخطاء شنو هي مختار في التصرف مع الحكومه الحاليه اختار في رد الفعل اتجاه بعض التجاوزات اختار يعني كل واحد شنو هي التجاوزات شنو كما النقائص اللي صار ونحن قبلها باسبوع كان عندنا مشوره قلنا انه التعاطي مع معناها جائحه كورونا مش في مستوى الوحده وهذاك اللي دخلنا ما بعد بعد ما هي التعويضات وسيم اللي تحكي عليه سيم كرول نجم كمل نجم كمل خليني نكمل قلت هذا الكل واللي يحتاج للكثير من التفصيل واللي يحتاج كثير والحوار معمق هذا الكل لا يبرر يا سي طارق الكحلاوي وانا متاكد كون تقول فيه الكلام عن صدق ومن صميم قلبك وحرقتك على تونس كما انا ولكن انا هني اهدى شويه العاده نسخن اكثر انت ديما هادي وقت اللي شفتك سخنت حتى شفت انا هذا لا يبرر ما قلت ما وصفته سيادتك بان هناك خرق لاحكام الفصل 8 لا يبرر واحد اثنين واللي هو الاهم نحن بلاد تعاني من وضع اقتصادي واجتماعي ومالي صعيب وتعاني من وضع صحي خطير وخطير جدا وكنا نتنفسوا بالباي وكنا نطالبوا مساعدة من الخارج وكنا نطالبوا مساعدة من الداخل وكنا نطالبوا بمعناها العمل مع بعضنا الناس كله والناس تتطوع والناس تتبرع والناس تعمل سي نور الدين البارح عضو مكتب سياسي في حزبكم هنا جايين عمل تعليق في تويتر داعم موقف نتاع باحثة أمريكية تقول يلزمنا نوقفوا التلقيح على تونس السيد رضوان المسمود يكتب نوار سور بلون البارح هذا هنا جايين انا قعدت بيت قال يلزم فعلا على اساس انه هو انقلاب امريكي يوقف التلقيح لا 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 هذا كلام انا موافق مازال معاك عضو مكتب سياسي هنا جايين هنا جايين خلي يكمل فيما يخص تعجبني حماس كي حكي التلقيح تعجبني حماس هو هذايا سي طارق معناها ينجم يحجب حقيقه
أنه بذلنا جهد كحركة نهضة وكمجتمع مدني باش نوفر التلقية وكمؤسسة الدولة عبر الحكومة هذه لعبر الحكومة اللي تعديت اللي طبعاً انتم مسؤولين على عدم جلب التلقية حيث نوردين انتم تتفرجوا في الحكومة هذه تتفرجوا على الشعب التونسي انتم مسؤولين مباشرة على موضوع التلقية ماضي ساعة و58 دقيقة هل وضع الخطير هذا ماضي ساعة و58 دقيقة عدكم شهر كان يزيد وقلتوا بش نعمل كمل نجم كمل نجم كمل عملنا وعملنا بعد 8 شهور عاود قص لي الميكرو يا عايش تفضل هاي مش نولي وتو بالتعصب نجم كمل لقد انزعجت من هذا الحوار حوار الترشين زاد اولين تفضل سي تفضل سي نور الدين تفضل سي نور الدين تفضل قابل قابل ومتفهم نلقى لقينا فيك نهار قابل ومتفهم انا ما عملت فينا قبل اذا تحديت سي نور الدين البحيري تحديت فلبيك وهني جايك بعد الاخبار سنواصل سامحني باش نواصلوا معك نور الدين البحيري بعد الاخبار خلينا ما نسالش نتسعوا شويه تو دو سويت إيناس تعطيكم آخر أخبار الطرقات الميتيو لحظات وأنيس المكشاح في أخبار إي إف إم كما قلت لك تحديت فلبيك تو يجيكم بعد شوية التحدي من كلثوم كنو وقعدوا معنا مواصلين طارق الكحلاوي سفيان بن حميدة.